الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد مشاهدين الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنة وقفنا في لقائنا السابق عند حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصوير وذكرنا ان الاحاديث الوارده في التحذير او في النهي عن بناء المساجد على القبور احاديث تحتاج الى توجيه وتحتاج الى تصحيح بعض المفاهيم المتعلقه بها فهناك من يحرم الصلاه في المساجد التي توجد بها بعض القبور قبور الصالحين او الاضرحه او شيء من هذا القبيل ولا حجه لهم في ذلك الا من قدح في أذهانهم من هذه الشبهات وهذه الأوهام التي لا وجود لها في واقع الأمة الإسلامية فالأمة الإسلامية قد حفظها الله سبحانه وتعالى من أن تفتن في نبيها فكيف تفتن في من دونه من الأولياء والصالحين هذا بعيد بعيد مطلقا الأمة عندما تزور النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد في تسليمها او في سلامها عليه على قولها السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، وهذا هذا شيء ثابت له صلى الله عليه وسلم، صفات ثابته، فالأمة لم تعتقد وقد قال الحافظ ابن عبد البر قال من خاف على الأمة أو من خشي على الأمة ما لم يخف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقد باء من التعسف بما لا يخفى والدليل على ذلك أيضا ما أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الطبراني في معجميه الكبير والأوسط والحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه على الصحيحين وصححه وقد وافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه عن داود بن أبي صالح أن مروان بن الحكم أقبل أي أقبل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا وضع وجهه على القبر وهذه الصوره اشبه يعني لما انسان يجد او يرى انسانا قد وضع وجهه على قبر فلا يكون الظن الا انه مثلا يصلي فوقه او يسجد له مثلا فمروان بن الحكم راى هذا الرجل وضع قبر وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه وقال اتدري ما تصنع ماذا تصنع ظن مروان بن الحكم ان هذا الرجل يسجد لقبر النبي او يصلي فوقه اتدري ما تصنع فأقبل عليه فإذا هو ابو أيوب الانصاري ابو ايوب الانصاري احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره أو في بيته اثر الهجره. فأقبل عليه ابو ايوب اقبل على مروان وقال نعم هو السؤال بيقول اتدري ما تصنع فأقبل عليه ابو ايوب وقال نعم جئت رسول الله ولم اتي الحجر، يعني انا مش جاي عشان اعبد حجر ولا صنم. اتيت رسول الله من اجل الزياره. من اجل الزياره اتيت او جئت رسول الله ولم اتي الحجر. ثم قال ابو ايوب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين اذا وليه اهله ولكن ابكوا على الدين اذا وليه غير اهله. اي لو كنت انت من اهله ما ظننت ظن السوء فيه او اعتقدت انني اسجد للقبر ولذلك انا قلت سابقا كان المشركون يطوفون بالكعبه بالبيت الحرام لكن كانوا يطوفون عرايا وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك وما ملك ونحن الان نطوف بالبيت ونستلم الحجر ونقبله ونسعى بين الصفا والمروة مع أن العرب كانوا يتحرجون من السعي بينهما إذ كانوا يهلون يهلون لمنات وكان هناك صنم على الصفا إساف وعلى المروة نائلة صنمين ولذلك نزلت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه والحكم هنا ليس متعلقا بالسعي نفسه وإنما متعلق بالمحل بالمكان يعني بين الصفا والمروه متعلق بالمكان ليه؟ لأن السعي قد يكون ركنا وقد يكون واجبا فهو لم يتكلم عن حكم السعي وإنما تكلم وعشان كده بيقول فلا جناح لأن رفع الجناح لا يفيد وجوبا ولا يفيد ركنية بل يفيد الإباحة يبقى الإباحة أو الجواز متعلقة بالجواز متعلق بإيه؟ مش بالسعي نفسه ولكن متعلق بالمحل زي ما نفسه واحد يجي لي يقول لي إيه حكم الوضوء في الحمام اللي موجود فيه مكان يعني قضاء الحاجة أقول له جائز جائز فكلمة جائز لا تتعلق بحكم الوضوء وإنما تتعلق بالمحل يبقى فلا جناح عليه ان يتطوف به ما ها يبقى رفع الحرج عن التطوف او عن السعي بين الصفا والمروه بعد الفاصل سنواصل محل الشاهد من هذا محل الشاهد هل هل أمر الله سبحانه وتعالى بعدم أداء فريضة الحج أو العمرة مثلا هل مثلا من باب سد الذرائع منع الطواف ومنع استلام الحجر ومنع السعي بين الصفا والمروة من باب سد الذرائع أم أبقى الحكم أو الأمر على صورته مع طرح ما طرأ عليه من من أنواع الفساد يبقى ناخذ من الح... من الح... دي إيه؟ انه اذا كان هناك امر مشروع اي شرعه الله ثم طرا عليه شيء من الفساد ما ينبغي ان نعطل ما شرع الله لما طرا عليه من الفساد بل ينبغي ان نطرح ما طرا عليه من الفساد وان نعيد الامر الى نصابه. ده اللي حصل عشان كده الفريضه دي بالذات ليه سميت الحج؟ دي بالذات سميت الحج ليه؟ لان الحج معناه القصد والقصد ده محله ايه؟ محله القلب مش الجوارح مش الجوارح يعني التقوى التقوى في العمل او في الاداء من حيث الطواف من حيث استلام الحجر من حيث السعي التقوى ملهاش علاقة بالجوارح بالاداء بصورة الاداء انما لها علاقة بالقصد والقصد محل القلب لذلك قال الله في نهاية هذه الايات ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ولم يقل من تقوى الجوارح لأنه لم يأمر بتعطيل الفريضة أو بتعطيل الحج أو بتعطيل العمرة لما طرأ من الفساد لا بل أدوا ولذلك قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتها للطائفين والقائمين والركع وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الآيات إلى أن قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان هنا يعني إحنا ولذلك قال وليطوفوا في نفس السياق قال وليطوفوا بالبيت العتيق ليه؟ لماذا قال العتيق؟ ولماذا لم يقل وليطوفوا بالبيت العظيم أو البيت المبارك أو البيت المقدس ليه؟ ليه قال العتيق؟ العتيق يعني التليد التليد يعني القديم يعني كانوا لنا ان البيت اقدم مما طرا عليه من الاصنام مما وضع فيه من الاصنام وليطوفوا بالبيت العتيق اي اعيدوا الامر الى نصابه قبل ان تكون هناك ان يكون هناك شرك وقبل ان تكون هناك اصنام في البيت في المسجد الحرام البيت العتيق اي هو اعتق واقدم مما طرا عليه من الفساد يبقى ناخذ من كده ايه إذا كان الأمر مشروع في في الأصل وطرأ عليه شيء من الفساد يبقى نطرح ما طرأ من الفساد ونعيد الأمر إلى إيه نصابه لكن ما نعطلش المشروع فزيارة القبور النبي قال فيها ايه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يبقى إذا طرأ شيء من الفساد على زيارة الصالحين أو الأولياء يبقى لا نعطل الزيارة وإنما نطرح ما طرأ من أنواع الفساد ونعيد الامر الى نصابه ونلتزم بادب الشرع في الزياره ده ده شيء مهم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور من قول الزور ان تقول هذا شرك شيء غريب قوي يعني انا ملاحظ الجماعه الذين يتشددون في هذا الامر ويحرموا الزياره ويعتبرون من انواع الشرك الاكبر بحيله من الحيل الحيلة اللي هي ايه؟ أولا هذه المسألة من مسائل الفروع وليست من مسائل الأصول. لذلك ذكرت في كتاب المساجد ولم تذكر في أبواب التوحيد أو الإيمان. مسألة البناء على القبور لماذا لم تذكر في باب التوحيد أو في كتب كتاب التوحيد أو في كتاب الإيمان؟ ذكرت في البخاري وفي مسلم في كتاب المساجد. دليل على أنها من الفروع وليست من الأصول. لكن هم بحيله من عندهم هو عاوز يعطيها حكم حكم الشرك فيقوم ينقلها من الفروع ويجعلها في الاصول لكن تحت مسمى تاني بدل ما يقول زياره القبور يقول عباد القبور او يقول القبوريون لها عنوان تاني عشان يضمن ان كل الناس توافقوا على الحكم اللي بيقول ده فبدل ما يقول زوار يقول عباد أو القبوريون مع ما فيها من الخطأ خطأ نحوي لأن النسبة لا تكون إلى المفرد إلا بالنسبة للأنصار فيقال أنصاري إضافة إلى إلى, إلى 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 الأنصار فهنا لما يقول عباد القبور أو يقول الجماعة القبوريون طبعا يضمن أن الحكم هنا ما يكونش بين الحظر والإباحة أو الجواز والمنع هيكون الحكم بين ايمان وكفر او توحيد وشرك مع انها ليست من من الاصول في شيء بل هي من الفروع هي من الفروع عشان كده ذكرت في كتاب المساجد في البخاري ومسلم وغيرهما ولم تذكر لا في كتاب التوحيد باعتبار ان مساله تتعلق بالعقيده ولا في كتاب الايمان باعتبار انها برضك مساله تتعلق بالعقيده لا ليست لها صله بالاصول مطلقا بل هي من الفروع احنا المفروض ننبه وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اتخذوا كورا من المساجد معروف أن هذه الأمة الحمد لله لم تفتن بمثل ما فتنت اليهود اليهود قالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير و... طيب ولكن هذه الأمة الحمد لله ربنا حفظها ولا يمكن ابدا واحنا شوف القرون اللي فاتت دي كلها منذ مات رسول الله او توفي رسول ما حدش ابدا عبد القبر ولا سجد للقبر ولا لا. ان وقعت بعض الاخطاء في الالفاظ ينبغي ان تصحح وينبغي ان ينصح الانسان ينصح ويوجه انما لا تبطل مشروعا من اجل ما طرا عليه من الفساد بل ينبغي ان تطرح ما طرا من الفساد وان تعيد الامر الى نصابه او الى ما بينه الحق او بينه رسول الله فيه ده بالنسبه لزياره القبور او بزياره الايه؟ الصالحين. ولا شك في هذا. لكن التعصب ساعات يحمل الانسان على انه يعني يحمل بعض الناس اشياء وانا قلت سابقا ان المفروض الانسان يلتمس المخارج لاخوانه ويلتمس الايه؟ الـ 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 وجوه التاويل. لكن احنا للاسف الشديد من اول الامور الى ما يفضي بهم الى الشرك ولا نؤولها الى ما يفضي بهم الى الاقرار لهم بالاسلام او بالايمان لا هذا لا يصح بعد الفاصل سنواصل مسألة أخرى أن أهل الكتاب لم تكن فتنتهم في أنبيائهم من بداية اتخاذ قبورهم مساجد، لو فرضنا يعني على الفرض. بل كانت بدا بل كانت فتنتهم فيهم حال حياتهم. إذا اتخاذ القبور مساجد إنما هو فرع عن عقيدتهم فيهم حال حياتهم. خلي بالكم المسألة دي دقيقة. يعني لم تكن بداية الفتنة في الأنبياء حينما اتخذت قبورهم مساجد، أبدا. وإنما كانت أو كان اتخاذ قبورهم مساجد فرعًا عن اعتقادهم أو فتنتهم في أنبيائهم حال حياتهم وأنتم تعلمون تعلمون عقيدة أهل الكتاب في أنبيائهم أو في رسلهم ولذلك جاء الخطاب في حق رسول الله لتكون الفتنة في جانبه مأمونة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وأنا قلت إن الحصر في الآية سواء في جانب البشرية أو في جانب الألوهية ألوهية الحق عندنا الحصر هنا ورد في الجانبين دول انما انا بشر قل انما اداه حصر انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما اداه حصر ثانيه الهكم اله واحد النبي خاطب الذين فتنوا في انبيائهم هنا مقابله الحصر في في جانب البشريه بمقابله الحصر بالحصر في جانب الالوهيه يعني ايه؟ يعني ان هذا الحصر او ان تقرير البشريه في هذه الايه لم ياتي من اجل نفي الخصوصيه وانما اتى من اجل نفي الالوهيه وتبقى الخصوصيه ثابته لرسول الله بادلتها يبقى انما انا بشر مثلكم جاء في مقابل ايه؟ انما الهكم اله اي انا لست الها انا بشر يبقى تقرير البشريه أتى في مقابل تقرير الألوهية أو حصر الألوهية في جانب الله يبقى من أجل إيه؟ من أجل نفي الألوهية عن رسول الله لكن وليس من أجل نفي الخصوصية لأن الخصوصية ثابتة له, له بأدلتها من الكتاب والسنة ولذلك حتى ربنا لما استعمل حتى في القرآن لما استعمل أداة الحصر في جانب إيه؟ في جانب العلو زي ما قلت عندنا حاجة اسمها علو وغلو الغلو في العقيدة والعلو في الفهم لما يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين هذا علو برسول الله لكن اعقبها بايه بشيء يدفع عنه يدفع عنه الغلو قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون دي بعد دي على طول يعني بعد ما يقول وما ارسلناك الا رحمه لِلْعَالَمِينَ شوف على به وبعدين لئلا يتردى الانسان في حمة الجهل ويعتقد في رسول الله شيء مخالف قال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون يبقى الحصر استعمل من أجل العلو في قوله وما أرسلناك إلى رحمة العالمين واستعمل في درء الغلو في قوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون استعمل هنا استعمل هنا واستعمل هنا يبقى المسألة تحتاج إلى تحرير النظر وتحقيق القول وتحرير المعتقد انما انا مش اشوف واحد بيزور رجل صالح على طول ارميه بالشرك واقول ده من عباد القبور ده من القبوريين لا ما لا يجوز هذا ابدا ابدا ورسول الله يوجد الان و وقد دفن في حجره ام المؤمنين عائشه وكانت متصله بالمسجد ما كانتش بره في الشارع زي ما بيعتقدوا يقول لك الحجرات كانت بره بره فين كانت موجوده في المسجد والاحاديث التي تدل على وجودها في المسجد كثيره. لما يقولوا طلع علينا رسول الله او خرج علينا رسول الله مش دخل يعني مش جاي من الشارع خرج منين؟ من حجره السيد عائشه في في يوم وفاته كشف كشف في حجره عائشه ونظر الى اصحابه وهم يصلون ثم ارخى الستر وتوفي من يومين وكان في اعتكافه يدخل راسه لام المؤمنين عائشه ترجلها او تغسلها يدخل راسه الحديث تدل ولكن في في خلافه سيدنا عمر بن عبد العزيز عمل ايه؟ يعني شال الجدران ودخل المساحه كلها في المسجد انما هي اساسا كانت موجوده في المسجد لكن مع وجود ايه؟ مع وجود حواجز فالمساله تحتاج الى حسن نيه وما ينبغي للمسلم ابدا ان هو يعني يحمل اعتقاده في الناس على سوء الظن نسال الله العفو والعافيه وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته